غلبتهم الشغلة يا أخي، ناس ما عندهم موضوع والله، زول يشيل قروشك 50 وديك عصيدة راس مالها 3 جنيه حامضة تاكلها تقول فيها بركة. واحد في الحصايصة هنا والله كلمني، كنت شغال على التالي في الحصايصة دينا شغال، الله يتقبل، لاقاني مغبش كذي رفعني معاه، قال لي إذا حكي لك كلام أنا ضحكت ذات والله، اسمه منو ما بعرفه، قال لي يا أخي أبوي عنده عقيدة في المرين، ناس المرين ديل الطيب ذاك مات واسي البدوي ذا وده البتاع اللخبطة برمي بالعصا زي الشطرنج ذا كله لخبطة ساي، همشي أقرأ آية الكرسي شوفوا تاني برمي زول أقرأ آية ولا أزين له أصلا ما برمي بس أزين، كان ما كهربته دي فصلت بتعرف الحاصل شو. بعدين الزول له قال لي يا أخي أبوي عنده عقيدة في الزول، لا رمضان قال لي في نص رمضان، قال لي في أيام رمضان العصرية، قال لا ولدي عشان أرضى عليك أمي شس يجيب لي عصيدة من الزول ده عندهم بركة، يجيب لي عصيدة بتنفعني يا أخي عصيدتهم، وأبو عنده ولده عنده عربية، قال لي قال لي وبس إن دارنا أرضى عليك أمي يجيب لي عصيدة من الشيخ ده. طبعا ما بجوز أنت تطاوع في معصية، الرسول قال في البخاري إنما الطاعة في المعروف. طيب قال لي مشيت منه غشيت أختيه في الشارع في الحصائص ذاته، قلت لها جايه لي عصيدة وغبشيها شوية، قال لي جايها العصيدة بعدين قال جبتها للشيخ لأبوي، جيت معاه المغرب قال وقفتها وكنت قال لي معاه أختي، قال لي جبتها لي قال لي بس هزن كذي شال لي لقمة والله، قال لي البركة زهرة والله، قال يا حاج دي بنتك اللي فيها البركة، داك ما فيه بركة انت يا حاج ما جايب خبر تايه، دي لو بنتك فيها بركة ما عارف الحاسن شنو ذاته، قال والله ما شاء الله والله بركته ظاهرة، قال ظاهرة يا ناس كلها أوهام والله الذي لا إله غيره، هو مين ساي في عصيدة يا أخي شايلينها بالكوريك وحامضة ومغشوشين، وقول لك الزول ده بأكل الناس، الله ده بأكل العالم جد، ده بأكلهم كسرة والله بأكلهم جداد، ها تعتقد في منه، وده بأكل له مسيد فيه 200 نفر والله بأكل العالم جد، كان أكل أكل الله باكل الناس يط. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يأكل وماله، لكن ده بيعمل كذي، ده بتديك عصيدة وبيأكل لحم وتدفع 50، قلت لك راس مال العصيدة 3 47 لغفة هو بيغادي والله، ده غير حاجة النسوان وغير، تركب من هنا تمشي له في آخر الدنيا، المالك الله يقول لك عيان ماشي لمنو الشيخ، الله يقول لك الشيخ الليلة ماف ماشى وين، والله الشيخ يا أخي ماشى المستشفى، وليه الشيخ ماشى المستشفى عيان، مش مفروض انت بعد ده تنتبه تبقى مالك تمشي المستشفى، انتظر الشيخ يجي من المستشفى بيه حقنته ادوها له، كان انا بقيت ممرض كان بوري الحاصل، ادوا الحقنه وادوا الحبوب، معليش يا جماعه لكن الناس دي والله يسخر بهم، يسخر بهم لانهم اساءوا الى الله، اساءوا الى الله سبحانه وتعالى، ده دين الله لخبطوك، جا من الدكتور انت يا اخي مش مفروض تبقى مالك طوالي تمشي الدكتور منتظره، قول له ابويا الشيخ ما عندك لي محايه اديه باغه كريستاله ملانه بزاغ بزاغ معتت تف تف، يقول لي الله اشربها فيها البركه، انت مجرم وكيف فيها البركه مشيت الدكتور ليه؟ انت تديني البزاغ وتمشي تاكل تشيل الحبوب صيدليه اليد البيضاء، شوف اللخبطه دي على الله، وغشون مساكين ساي ولخبطه باسم الدين وبلاوي ثقيله جدا.